يقول: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هل معنى هذه الآية أن يتفرغ الإنسان للعبادة والرازق هو الله؟ لا، ليس هذا معنى الآية، بل يطلب الرزق ويعبد الله عز وجل، ولا يتنافى العبادة مع طلب الرزق. قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في الحج، يحج الإنسان ويبيع ويشري، ما في مانع، يطلب الرزق وهو في العبادة، لا بأس بذلك، يجمع بين الأمرين، بين طلب الرزق وعبادة الله، ولا تتنافى عبادة الله مع طلب الرزق، والحمد لله. نعم.